السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية بعد ما شرحنا الدرس الثالث في كتاب المعاصر وكمان حلينا عليه التمارين وشكل ما احنا عارفين بنحل تمارين كتاب بيت باي بيت. طبعا التمارين بتاعة الدرس الثالث موجودة في صفحة 129. في صفحة 129 بقول read again and answer true or false. المفروض ان انا بعد ما اقرا الدرس الحوار اللي كان بين توماس وفارس تاني حوالين التراديشنال كلوز ان ايجيبت هبدا اقرا واحل الجمل اللي تحت دي واقول هي صح ولا خطا. بقول توماس wants to buy some Egyptian clothes، عايز يشتري بعض الملابس المصريه. لا طبعا، هو كان عايز يعرف فقط عن الملابس المصريه، فعشان كده قلنا فولس. نمبر 2 فارس isn't wearing a جلابيه today، خلي بالك بقول مش لابس جلابيه النهارده، هقول له طبعا ترو. ليه حبايبي؟ لان فارس قال ان انا عايش في سوهاج والنهارده انا لابس شورت وتيشيرت. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي جلابيز ار يوجوالي ميد فروم كوتن، بيقول لي ان الجلاليب بتصنع غالبا من القطن، اكيد هقول له ترو صحيح. طيب نمبر 4 بيقول لي جلابيز ار اولويز وايت، بيقول لي ان الجلاليب دايما بيضة، هقول له لا طبعا في الوان تانية. هو قال لي it's usually white usually، ما قال ليش always، وبعدين قال لي but you can get other colors، بس انت ممكن تجيب الوان تانية، لكن لما يقول always يبقى هي على طول بيضة. طب تعال نشوف نمبر 5، بيقول لي جلابيز don't have pockets، بيقول لي ان الجلاليب ما فيهاش جيوب، هقول له لا طبعا فولس، الجلاليب فيها جيوب بس بتبقى hidden، وانا hidden حبايبي بمعنى مخفية. طبعا حبايبي في صفحة 130 المفروض ان هو بيقول لي work with a partner، يعني انت بتشتغل مع زميلك في الفصل، talk about your favorite clothes، واتكلم عن الملابس بتاعتك المفضلة، or clothes you wear to celebrate، او الملابس اللي انت بتلبسها عشان تحتفل. write 3 sentences in your notebook، وتكتب 3 جمل في الكراسة بتاعتك. طبعا هو مديك هنا مثال، مثال بيقول I have got a striped dress، انا عندي فستان مقلم. I love it، انا بحبه. I wear it to celebrate شم النسيم، بلبسه عشان احتفل بشم النسيم. طبعا انا هنا ممكن اخد نفس الجمل دي ولكن اغير فيها، يعني انا ولد مثلا هقول I have got a spotted shirt مثلا بدل striped dress، وبعدين اقول برضو I love it، فاقول I wear it to go to school، بلبسه بس عشان اروح المدرسة، او I wear it to celebrate the feast، عشان احتفل بيه العيد. تاني اهو I got a spotted، قلنا spotted حبيبي معناها منقط، shirt، نفس الكلام هقول I love it يعني انا بحبه جدا، وبعدين اقول I wear it يعني انا بلبسه، to celebrate يعني عشان احتفل، the feast عشان احتفل مثلا بالعيد، وكذلك بقى الباقي. طيب بقول لي my favorite thing is my sweater، it's blue and it has pocket، I wear it when I travel. ممكن انا بقول حاجة تانية، يعني ممكن مثلا اقول my favorite thing يعني الشيء المفضل عندي is my جلابية، هي الجلابية. طيب اقول it's white يعني حبايبي لونها ابيض. طيب هقول برضو it has pockets يعني فيها حبايبي جيوب. طب وبعدين اقول I wear it يعني انا بلبسها when I pray، when I pray يعني لما اجي اصلي. خلاص يبقى دي جمل بستنبطها من نفس الجمل اللي هو مدهالي في المثال. تعالوا نشوف يلا السؤال نمبر 4، السؤال الرابع. عندنا بيلت يعني حزام، وعندنا كوستيوم يعني ملابس مميزة او ملابس خاصة، كراون، وقلنا كراون يعني تاج، وعندنا جلوفز يعني قفازات، وعندنا بوكيتس يعني جيوب، وعندنا كمان سبوتيد يعني منقط. طبعا نمبر 1 is given من دهالي في بعض الكلمات، بقول ماروا is wearing a spotted dress with a belt، there are two، اكيد حيبقى فيه ايه جيبين اتنين، يبقى بوكيتس
يعني فيه جيبين. تعال حبايبي يلا نشوف نمبر 2. بيقول لي ريم از ويرينج ا كوستيوم، طبعا لابسه زي مخصوص. شي لوكس لايك ا برنسس، اللي عرفني لانها شكل الاميره. شي هاز ا اي اون هير هيد، طبعا هتلبس ايه على راسها؟ اكيد هتلبس كراون، وانا كراون حبايبي يعني تاج. On her head she has white a on her hands، هتلبس ايه حبايبي؟ ابيض في ايديها، اكيد هتلبس gloves، قلنا gloves حبايبي يعني جوانتي، تاني gloves معناها جوانتي. تعال نشوف يلا السؤال السادس في صفحة 131. قلنا حبايبي ان كلمة to معناها لكي، وto دي بيجي وراها الغرض، والغرض بيكون مصدر بدون اضافات. فهنا بيقول لي I went to the library، يعني انا رحت المكتبة. borrow ولا to borrow book؟ هقول to borrow a book، يعني عشان استعير كتاب، يبقى to borrow a book لكي استعير كتاب. number 2 بيقول Angie used a pen، يعني Angie استخدمت القلم. write ولا to write her essay؟ طبعا لكي تكتب المقال فلازم اقول to write. number 3 بيقول شريف bought a new suitcase، يعني شريف اشترى حقيبة ملابس جديدة. ايه on holiday؟ اكيد هقول عشان ياخدها، يبقى to take يعني لكي ياخذها في الاجازة. number 4 بيقول ملك wears her sunglasses، يعني ملك لابسه النظارة الشمسية بتاعتها. ايه her eyes؟ اكيد هقول to protect her eyes، لكي تحمي عينيها، يبقى to حبايبي معناها لكي، بيجي وراها فعل في المصدر. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال التوصيل. بيقول I bought some sunglasses، يعني انا اشتريت نظارة شمس، قال لي to wear on holiday عشان البسها في الاجازة. number 2 بيقول لي we went to the park، اكيد هقول to play with our friends عشان نلعب مع اصدقائنا. number 3 بيقول لي حازم studied hard، يعني حازم مذاكر بجد. طيب ايه الغرض من كده؟ اكيد هقول to get good grades عشان طبعا يحصل على درجات جيدة. number 4 بيقول لي بسمة went to the shop، يبقى بسمة راحت المحل. ايه الغرض من انها تروح المحل؟ هتقول لي to buy some bread عشان تشتري بعض الخبز. طب تعال نشوف number 5 بيقول لي they went to the library، راحوا المكتبة، اكيد راحوا المكتبة ليه؟ هتقول لي to finish their homework عشان يخلصوا الواجب بتاعهم، to finish their homework. تعال يلا في نص الاستماع ده المفروض ان احنا بنقرا ونشوف اني صورة من اللي تحت دول. number 1 بيقول لي I went to town to buy a beautiful new dress for my party، يعني انا نزلت المدينة عشان اشتري فستان جديد. دي طبعا مدهالي، ادي البنت اللي بتقيس الفستان. طب الboy بيقول I got some cardboard paper to make my poster، يعني انا جبت ورق مقوى عشان اعمل البوستر بتاعي، اكيد ده C، يبقى هكتب على C 2. الboy 2 بيقول I searched on the internet to find the information for my homework، بحثت على الانترنت عشان اشوف معلومات عن الواجب بتاعي، اكيد دي يبقى دي 3 او boy 2. طيب number 4 بولي I bought a scarf، يعني انا اشتريت كوفية and gloves و جوانتي to keep me warm عشان تدفيني، يبقى اكيد ده A، يبقى هكتب عليها 4. وطبعا لو انا بكتب بنات وصبيان يبقى ده 1 وده 2، دي 1 ودي 2، اما لو هرقمها 1 2 3 4 هيبقى بالمنظر ده. تعال نشوف بقى حبايبي السؤال الجميل ده اللي من خلاله بيقول لي كون جمل بتعبر عن الغرض، بس الجمل دي in the past. in the past حبايبي يعني يكون في الماضي، يعني هو بيجيب لي الفعل مضارع لكن انا هجيبه ماضي. فانا بقول له I will go to my bedroom sleep، فقال لي I went to my bedroom to sleep. طب تعالى يلا اللي بعدها نيرة، leave the party catch her train، بعايز اقول هي سابت الحفلة لكي تلحق بالقطار، يبقى هبدأ بنيرة بس leave هتبقى، برافو عليكم، left the party يبقى سابت الحفلة ليه؟ هتقول لي to، وto بيجي وراها مصدر، يبقى to catch her train عشان تلحق القطار بتاعها. طب تعالى نمبر 3 بيقول ادم كول يونس اسك فور هيلب وذ هيز بروجكت، طبعا هبدا بادم يبقى ادم، كول هتبقى كولد، يونس ايوه هنا الغلط هجيب قبله تو، يبقى تو اسك لكي يسال، فور هيلب
يعني لكي يطلب المساعدة. With his project يعني في المشروع بتاعه. طارق buy a racket play tennis. يبقى عايز اقول طارق اشترى مضرب عشان يلعب تنس. يبقى طارق bought ادي الفعل الماضي a racket يعني اشترى مضرب to لكي play tennis يعني عشان يلعب تنس. تعالوا حبايبي السؤال الجميل اللي بعده نمبر 10 بيقولي complete the sentences with your ideas. دي بقى بتجيبها من افكارك انت، يعني اي حاجة انت تجيبها، الغرض اللي انت تجيبه اهم حاجة تجيب to زائد المصدر. يعني بيقول I went into the town، انا نزلت المدينة. طبعا ممكن اقول مثلا عشان اشتري قميص فاقول to buy a shirt. طيب تعال الجملة التانية بقول my teacher used a green pen، استخدم قلم اخضر. ممكن اقول عشان يصحح الواجب فاقول to correct our homework يعني عشان يصحح الواجب بتاعنا. طيب باسل opened his bag يعني باسل فتح الشنطة اكيد عشان يخرج الكتب. يبقى to take out his books عشان يخرج الكتب. طيب ميار made a cake يعني ميار عملت كيكة. لو سألتي نفسي ليه هقول عشان اكيد تحتفل بعيد ميلادها. يبقى to celebrate her birthday يعني عشان تحتفل بعيد ميلادها. تعالوا حبايبي يلا نشوف الجنرال اكتيفيتيز اللي هو مدهالي. اول سؤال سؤال ماتشنج توصيل، اول كلمه باكيتس، باكيتس حبايبي يعني جيوب، ودي اي جلابيه، دي الجلابيه، دي كراون طبعا ده التاج، اي سليفز هنصلحها بس حبايبي، دي اي سليفز يعني كمام طبعا موجودة في سين، سبوتيد انا سبوتيد يعني منقط وده الفستان يبقى بي. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال اختياري بيقول لي choose the right answer from A, B or C. بيقول لي the A is one of traditional Egyptian clothes يعني واحد من الملابس التقليدية المصرية. اني واحد فضول حبايبي هتقول لي اكيد الجلابية. طيب نمبر 2 بيقول لي مريم bought a new dress to A for a birthday party. يعني اشترت فستان جديد عشان اكيد تلبسه. ايه اللي بيجي ورا تو قلنا هتقول لي مصدر يا مستر يبقى وير. نمبر 3 بيقول لي نبيل has a small A so he can't put his money in it. يعني نبيل عنده A صغير ما يعرفش يحط فلوسه فيه. يا ترى حزام صغير ولا تاج صغير ولا جيب صغير؟ هتقول لي ايوه جيب صغير يبقى باكيت. نمبر 4 بيقول لي why did علا go to the library يعني ليه حبايبي علا راحت المكتبة. قال لي to ايه books اكيد to read. ليه يا مستر؟ عشان to بيجي وراها مصدر. نمبر 5 بيقول لي the جلابية is a long white A that is very popular in Egypt. ان حبايبي الجلابية دي رداء طويل يعني ايه رداء robe. لما بيلت يعني حزام وبوكيت يعني جيب. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل رقم 3 بيقول لي جلابيز are usually white. بقول لي ان الجلابية دي بتبقى عادة بيضة لكن قلنا ممكن يبقى في الوان تانية يبقى اكيد حوصلها بسي وقول but you can get other colors بس انت ممكن تجيب الوان تانية مختلفة. ايمن went to the market يعني ايمن حبيبي راح السوق يبقى اكيد هيجيب الغرض فقول to buy cheese يعني لكي يشتري جبنة. طيب مصطفى studies hard to كل مصطفى بيذاكر بجد لكي يبقى عايز يجيب الغرض من المذاكرة بجد يعني هيجيب ورا تو دي مصدر فهقول to get good grades يعني عشان يجيب درجات جيدة. طيب نمبر 4 بقول لي do you wear جلابيز when بقول لي هل انت ترتدي جلابية عندما؟ ده سؤال فين السؤال حبيبي؟ هتقول له يا مستر يبقى when you are celebrating a special festival يعني هل انت بتلبس جلابية لما بتيجي تحتفل بمهرجان مميز. نمبر 5 the sleeves الكمام حبايبي are long يعني
طويلة، قلنا لما الكمام تبقى طويلة فاحنا ما بنتحرقش من الشمس، عشان كده هقول so we don't get sunburned. تاني so we don't get sunburned. تعالوا حبايبي يلا على صفحة 134، عندنا كلمة sleeves يعني كمام او اكمام، عندنا طبعا بوكيتس يعني جيوب، وعندنا كلمة جلبيز يعني الجلبية. بقول in Egypt في مصر many people wear traditional Egyptian clothes، بيلبسوا ملابس مصرية تقليدية. They wear a when they are celebrating a special festival، طبعا بيلبسوا اكيد جلبية، فهكتب هنا جلبيز. When they are celebrating a special festival، for example they wear them for Eid، بيلبسوها في العيد مثلا. The galabiyas have long a، اللي فيها بيبقى طويل، برافو عليكم، sleeves يعني كمام. They also have hidden a، يعني فيها ايه مخفية، برافو عليكم، pockets، pockets حبايبي بمعنى جيوب مخفية. تاني pockets بمعنى جيوب مخفية. تعالوا يلا مع بعض نشوف سؤال الترتيب. help you me can، طبعا فاكرين كان بيقول له can you help me، يعني ممكن تساعدني، وده بقول عليه طلب. طيب تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده. قول تو وذا وطارق ووينت شوبس، يبقى اكيد هقول طارق ذهب للمحلات، فهقول طارق went to the shops، يعني طارق ذهب للمحلات او للسوق. طب اللي بعدها بيقول from are cotton made جلابيز، طبعا عايز اقول ان الجلابية بتتصنع من القطن، يبقى اكيد هقول جلابيز are made from cotton، يعني الجلاليب بتصنع من القطن. طب تعال نشوف يلا نمبر 4. بيقول لي gloves حازم his two hands wears protect، طبعا اكيد عايز اقول ان حازم بيرتدي قفازات لكي يحمي ايدي، يبقى اذا هقول حازم، الولد حازم ده wears يعني يرتدي gloves يعني جوانتي، to protect يعني لكي يحمي his hands يعني عشان يحمي ايدي حبيبي. تاني حازم wears gloves يعني بيرتدي قفازات to protect his hands عشان يحمي ايدي. طيب تعالوا يلا نشوف سؤال الترقيم واخر سؤال معنا في صفحة 134. بقول does حسام wear a جلابية for Eid، طبعا الدي بتاع does هتبقى capital هنا في اول الكلام، وحسام برضو الاتش كابيتال عشان اسم شخص، وير ما فيهاش اي حاجة، الجلابية برضو ما فيهاش اي حاجة، for Eid خلاص هو عمل الاي بتاعت Eid، في الاخر احط انا question mark عشان ده سؤال. نمبر 2 بقول فاطمة and Russia bought rackets to play tennis، بقول ان فاطمة ورشا اشتروا مضارب عشان يلعبوا التنس، يبقى فاطمة الاف عشان اسم الشخص وفي أول الكلام، and رشا طبعا الار عشان اسم شخص، بوت ما فيهاش اي حاجة، rackets برضو ما فيهاش اي حاجة، وكمل اقول to play tennis، وفي الاخر طبعا هحط في الستوب نقطة بتاعتي لان دي جملة خبرية عادية جدا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في حل تمرينات الدرس الرابع، بس شكل ما احنا عارفين بعد ما نحل ونشرح الدرس الرابع في كتاب المعاصر. لو مش متابعنا من الاول هتدخل على قائمة التشغيل وتجيب الخامس 2023، هتلاقي فيها الحلول من اول وحدة لغاية ما احنا واقفين. جود باي، السلام عليكم.